يوم يأتي هذا الشكل في تنزيل في سياق تنزيل البرنامج النضالي للتنسيق الوطني لقطاع التعليم، الرافض جملة وتفصيلا للنظام الأساسي الجديد، النظام الأساسي لقطاع التعليم، باعتباره نظام يهدف إلى تفكيك الوظيفة العمومية والشرعين للتوظيف بالتعاقد وأنماط جديدة من التوظيف. اليوم الشغيلة التعليمية تعبر عن رفضها الكلي في إطار عمل وحدوي يدفع بعجلة النضال إلى الأمام تصديا للهجمات ديال الدولة، وبالخصوص يعني وزارة التربية الوطنية التي خرجت علينا بهذا النظام الأساسي المكرس لكل المآسي وكل هدم الحقوق الذي لحق الشغيلة التعليمية منذ القدم. إذا النظام الأساسي اليوم ما هو إلا تجميع للصيرورة من الهجوم على الشغيلة التعليمية، هو شرعنة قانونية لا للتعاقد ولا كذلك لتقويض حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية، ضرب حقها في الترقية وإدخال مفاهيم ديال المقاولة ومفاهيم ديال القطاع الخاص للمدرسة العمومية. اليوم كما لاحظتم نسب الإضراب ونسب المشاركة في الأشكال النضالية على الصعيد الوطني يعني غير مسبوقة، دليل على أن الشغيلة التعليمية ترفض يعني المساس بالمدرسة والوظيفة العمومية باعتبارهم حق مكتسب تاريخي. برنامجنا النضالي لا زال مستمر، اليوم وقفات أمام المديريات الإقليمية على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى أسبوع القادم هو أسبوع للتعبئة من داخل المؤسسات للإنزال الوطني الذي سوف يكون الأسبوع الأول من نوفمبر، يعني يوم 7 بمدينة الرباط بإضراب يومي 7 و8 من نفس الشهر، إنزال وطني الذي سيكتب في تاريخ النضالات الشغيلة التعليمية، رفضا للتعاقد، رفضا لضرب الحق في الترقية، رفضا لضرب مكتسبات الشغيلة التعليمية ولتفكيك الوظيفة العمومية وضرب المجانية ديال التعليم. مستمرون في نضالنا إلى حين يعني نيل المطالب الخاصة بكل الفئات، وإلى حين إسقاط هذا النظام الأساسي، إدماج الأساسي ده وأطر الدعم المفروض عليهم تعقد في سلك الوظيفة العمومية بدون قيد ولا شرط، تلبية كل الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية بكل فئاتها سواء المرسمة أو المفروض عليها التعقد. العموم الأسر، عموم الجماهير الشعبية اللي كتقري وليداتها في المدارس العمومية، اليوم المسؤول الحقيقي على هدر الزمن المدرسي ليس الأستاذ، وإنما المسؤول الحقيقي هو الوزارة بإقدامها على التنكيل بالأستاذ وضرب حقوقه. الأستاذ خرج يغوص على حقه، وذاك الحق اللي هو حق التلميذ في نفس الوقت، التلميذ حقوقه ترتبط بحقوق الأستاذ، النهار اللي غنمتع الأستاذ بحقوقه كاملة ومتع التلميذ كذلك بالمدرسة عمومية مجانية، أنا ذاك يمكن الحديث على حقوق التلميذ. إذا الزمن المدرسي من يهدره هو السياسات الفاشلة ديال الوزارة التربية الوطنية، ما يهدره هو التوجه رأسا إلى خصصة التعليم، ما يهدره هو ضرب المكتسبات التاريخية للسادة الأساسي ده والهيئة التدريس عموما. إذا من يتحمل المسؤولية هو الوزارة، وهذه دعوة الأساسدة، عفوا دعوة للأسر والجماهير الشعبية أن توجه سهامها، سهام نقدها للوزارة التي تحاول فرض أمر الواقع على الشغيلة التعليمية التي عصية. هذه الشغيلة التعليمية عصية، ما يمكنش تطوع لهذه الأوامر اللي جايبها من المؤسسات المانحة اللي هي البنك الدولي اللي حاول يبيع المدرسة كما باع قطاع الصحة.